وين يا مبارك؟ ايوه خير. وين نقصد بيك لي يومين توها بالضبط؟ ايوه على خاطر موضوع الايجار اللي متفاهمين عليه انا وياك. كتير شهرين ما خلصتنيش. التليفون طبعا ما كانش مش لاقي وليدي. يا مزبوط لكن ولدي كيف حالك؟ عارف انت حول يدك علي غالي ما تسلمش عليه وعارف اللي ترك قداش توا لا. لا حول الله. خمسة في الشهر. يا ولادي الا غالب الا غالب. شهرين. الا غالب وسع بالك علي شوية. خلصني فيه الايجار. عندك اليوم اخر يوم يا تخلصني يا تطلع انت وعائلتك في الشارع. يا تطلع انت وعائلتك في الشارع. تطلع انت وعائلتك في الشارع. كلمة كانت صعبة جدا. يا ريم معليش يا ريم وسع بالك شوية يا ريم. لو سمحت يا استاذ لو سمحت. وسع بالك مين يحلك شيء يا ريم مين يحلك شيء لا شيء خويا انا بتفاعل انا وياك في العقد. تم الموضوع ايه نسقلك العقد انا ما عنديش ما كبداية جيت معاك ما عنديش مشكلة ولا جيت في قدر قدام الناس بالكامل انا عمري بكيتك انا عمري بكيتك يا ريم لا حول ولا قوة الا بالله يا ريم مش موضوع اللي يا ريم ما يوسع بالك يا ولدي تربط وسع بالك تجيبهم لي اليوم حاضر تو نخلص راس مالك 1000 جنيه تجيبهم لي اليوم على خاطر انا ما دخليش بالي امور هذه لا حول ولا قوة الا بالله التدخل الامور هذه بتفاهم انا وياك يعني مواطن اجنبي ما تحملش الموقف وفقد اعصابه وتخيل يا رجل كبير بتمش على ايدك لا حول ولا قوة الا بالله عيب عليك وخر ايدك من وين انت تدي معي نهضر معاك تزيني ما تتلمس كيف من احترمنا وخر صاحبي هضرنا فلوس عندي لي فلوس عندك فلوس نعطوك فلوس نجيبهم شعار دراهم شعار نجيبهم شعار دراهم مش موضوع نعطيهم لك حنايا اعطيني فلوس كيف خويا شنو لك انا عشان 500 مشروع للشهر 1000 جنيه علاه توا 500 عارف لي 1000 جنيه علاه توا جيبه لي توا نبيه اليوم انا عايشتك في الشارع تلقاها عايشتك في الشارع تلقاها كل الموجودين كانوا متعاطفين مع المستأجر والتوتر ساد المكان غادي تصير هدره واحده اخرى دروك راني نقولها لك وراح حيد اليوم جيبهم لي الفلوس شوالا اليوم جيبهم لي الفلوس لا حاضر يا ولدي حاضر طلع الفلوس 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 يا ولادي اللي غالب حاضر تو خمسة اللي غالب علي سيولي ما عنديش ولا غالب تو استغالي طفح الكيل صلوا علي صلوا علي صلوا علي ضربي شفت المشهد اللي صار قبل شوية وهو رجل كبير في السن ما عنداش قدرة أن يخلص حق إيجار فشفت الاعتداء اللي صار عليه سواء كان اللفظي أو الجسدي شفني مسكين والله اللي يفجعني أقسم بالله رجل كبير مهما كان قدام الناس تقول تعيط عليه وتزقي عليه راك فاهم وديه لبرا وروح ضر معاه مهما كان رجل كبير هذا ديرك كيما أبوك راك فاهم كل واحد وظروفه في الدنيا هذه إن شاء الله ربي يهدينا ويصلح حاله شفنا مع بعضنا تجربة اجتماعية من برنامج الميزان واللي كانت تحكي على موضوع عدم مساعدة الناس لبعضهم البعض ومن هذا المنطلق خلوا في بالكم كلمة واحدة إن لم يكن هناك